الحالي. الكرة ملعوبة، نتابع وسلطان سلطان بالثالث في الدقيقة 19. سلطان بالثالث في الدقيقة 19، وهل هو المهرجان يبدأ للاتحاد في أول 20 دقيقة؟ كرات اتحادية تسجل في مرمى الحزم، والحزم يعاني من الناحية الدفاعية. الدقيقة 12 هدف، الدقيقة 15 هدف، والدقيقة 19 هنا تأتي أيضا بهدف الأول والثاني عن طريق شابو شروان، والثالث يأتي عن طريق اللاعب سلطان النمري. ولكن من كتب اسمه ومن وضع بصمته في هذه الكرات كلها هو القائد واللاعب الكبير المميز تماما تماما عموما، ليس في هذا اللقاء ولكنه دائما مع الاتحاد، هو مناف ابو شكير. مناف ابو شكير مرر التمريره الاولى